السلام عليكم متابعينا الأعزاء، ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة شاهد كيف. لقد شاهدنا من قبل مقاطع يظهر فيها الناس وهم ينقذون الحيوانات، ولكن في هذا الفيديو سوف نشاهد مواقف قامت فيها بعض الحيوانات بإنقاذ حياة البشر. تابعوا الفيديو حتى النهاية، ولكن قبل كل شيء نرجو منكم الاشتراك بقناتنا لكي تبقوا دوما على اطلاع بجديدنا، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو ومشاركته مع اصدقائكم لتشجيعنا على تقديم المزيد من الفيديوهات الممتعة. فهيا بنا لنبدأ. هذا القط يقوم بتخويف هذا التمساح لكي يرحل من هذا المكان، وبهذا يكون قد أنقذ صاحبه من هجوم محتمل. هذا الكلب يحاول جر هذه الفتاة بكل قوته لينقذها من الغرق، وهذا الكلب أيضا يقوم بفعل نفس الشيء تماما. لقد خاطر بنفسه من أجل إنقاذ هذا الولد من الغرق. هذا الكلب يهرول مسرعا صوب هذا الطفل ليقوم بمهاجمته، لكن هذا القط الشجاع تدخل في الحال ومن دون تردد ليدافع عنه وينقذ الطفل المسكين من قبضته. وهنا لدينا كلب آخر يجر هذا الشخص لينقذه من الغرق. هذان الشخصان يتصارعان ليتدخل هذا الفيل الضخم ليقوم بحماية هذا الرجل المسكين. كانت هذه الامرأة تغرق في مياه البحر، ولحسن الحظ أن هذا الكلب لاحظ ذلك فتدخل على الفور لينقذها من الغرق. المسكينة لقد كانت مرعوبة للغاية. هذا الكلب رأى بأن هذه الامرأة تواجه مشكلة في السباحة، فقرر أن يتدخل من أجل مساعدتها على الخروج. يوجد شخص عالق وسط تيار النهر، وعندما لمحه الفيل قام بالتدخل على الفور لتقديم المساعدة له، وبالطبع لقد نجح في ذلك. كانت هذه الامرأة المسنة تعتني بهذا الخنزير، وفي إحدى الأوقات واجهت صعوبة في التنفس لتختنق وتسقط أرضا بعد ذلك، وهذا الخنزير سرعان ما أدرك ذلك فقام بالإسراع للخارج من أجل طلب المساعدة. سقط هذا الولد في مكان عيش هذه الغوريلا المفترسة، وظن الجميع أنها ستقوم بإيذائه، لكنها لم تفعل، وبدل ذلك قدمت له المساعدة وقامت بسحبه لهذا المكان ليقوموا بإخراجه. Thank you.
هذا الكلب يحاول إخبار صاحب السيارة بأن هناك خطب ماء، وها هو يقوده إلى المكان بسرعة ليعلم بوجود حريق مندلع بهذا المكان. تعرض صاحب هذا المتجر لهجوم من قبل أحد اللصوص، ويظن بأن مهمته ستتم بنجاح، لكنه تفاجأ بتدخل هذا الكلب ومهاجمته، لذلك قرر أن ينسحب، لكن الأوان قد فات، سيكون الآن نادما أشد الندم على فعلته تلك. هذا الكلب أيضاً لا يريد أن يغرق رفيقه الصغير الذي لطالما يؤنسه ويلهو معه في البيت. هذا الغريب المتطفل اقتحم المنزل ربما بهدف السرقة، لكنه حاول أن يتهجم على هذه الامرأة، لكنها فلتت من قبضته بأعجوبة، ولكن سرعان ما تدخل الكلب وقام بتلقينه درسا قاسيا لكي لا يعيدها مرة أخرى. عند قدوم هذا الرجل لباب منزله، حاول اللصوص سرقته تحت تهديد السلاح، لكن سرعان ما أتت الكلاب مهرولة من أجل إنقاذه. لقد قامت بالهجوم على هؤلاء اللصوص وإرعابهم لتفشل خطتهم تلك. أحضرت هذه الأم طفلها الصغير لجانب إخواته لكي يلعب معهم، وهذا الرجل كان يخطط لخطفه، لكن الكلب الذكي تدخل فورا لإنقاذه من قبضته بعد أن تهجم عليه بهذه الطريقة القوية. كان هذا هو فيديو اليوم، لا تنسوا مشاركتنا آرائكم حول تلك المقاطع في قسم التعليقات أدناه. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات، وشكرا لكم على المشاهدة. مهلا، نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.